المهم ما تجي تكتب هنايا سميت الموقع كاشبي.ma هي هذيك مكتوبه تما الموقع. اجي تدخل لهاد الانسكريغ هي هادي سانسكريغ هنايا كيقول لك زعما من جنس واش ذكر ولا انثى غدير لي ذكر نوم غتكتب كنيتك ليبريمي هنا برينومي سميتك ياسين لاج غادي تكون قدي قد خويا 23 سنة ايتيديون هنا كيقولك زعما شنو كدير انت دابا في حياتك زعما المهم انت غدير ليتيديون زعما راك ملي كنقرا لا ريجيون هي زعما اش من سميتو اش من جهة اش كتنتمي هي طلعة طلعت فيلت يعني انت طلعت فيلت الايميل اخويا غنكوبيو داك الايميل ديالك هنايا ها هو الايميل ديالك هنايا المود باس كدير اي مود باس زعما ماشي زعما بالضروره يكون المود باس ديال الجيميل ولا شي مود باس موالف تدير في فيسبوك ولا في شي تطبيق اخر يعني غادي تكتب غير 1 2 3 4 هذا الكود ديال الاحاله يعني غادي تكتب في هذا الكود 68 0 2 46 غدير هاد جو نو سوي با ان روبو ضروري وغدير جو مونسكري زعما تجي ها هو غادي في ليكاسيون زعما راك تسجلتي فيه هادي زعما طلع عليك هنايا زعما واش بغيتي تونجستري المود باس ولا لا المهم غنديرو لي حنا جامي ما عندناش غنديرو كومونسي على كومونسي غادي تعاود تكتب هداك الجيميل ديالك هنايا انا راه مكوبي ديجا هنايا غتكتب هداك الكود اللي كنتي كتبتي ديجا 1 2 3 4 وغادي دير جو سو با ان روبو هنايا قاليك زعما قاليك هنايا لا فيلو فين هي لا فيلو فهاد التصويرة تلكي على هادي المهم كيطلع لك كتسمعو المهم هو داك طلعت علامات الصح يعني زعما راه صحيح هاديك الكاباتشا اللي درتي غدير جو مسوق جو كونيكتي كيطلعوا لك هكا اعلانات كيكون 4 الاعلانات في النهار 4 اعلانات هانت رد معايا البال مزيان 4 الاعلانات كل اعلان غدخل ليه بحال هكذا اللي غدخل ليه غتكليك عليه بحال هكذا باش تقرا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر نتيجه واحد الحاجه خاصك ترد ليها البال مزيان في الناس اللي كليكي اسي هاد الفيديو خاصك تقطع عليها باش تحسبوا لك هي دابا كليكي اسي هنا تقطع عليها انا معاك تجاري وفابونك يقدر يمنحك تطلع لك جوج المرات ثلاث مرات في الاشهار اللي كتشوف مرحبا بكم في جميع وكالات ومراكز دار المقاول للتجاري وفابونك التجاري وفابونك فيكم واثقون هي كليكي اس اخرى ثاني كتكليكي عليها من بعد ملي تيسالي الاعلان راه غيدوك هما لواحد الموقع تيقول لك الا بغيتي انت قرا مزيان الا بغيتي قال لك اكتشف موقع دار المقاول واربح 10 نقاط اضافيه يعني بلوس ديك 20 نقطه اللي عندك غتربح 10 نقاط زايدين الا دخلتي غير الموقع ديالهم غير شفتيه ها هو كدير ليه وي ماشي نو كدير ليه وي كتعطيه الصلاحيه باش يمشي يدخل الموقع ديالهم اين فوا غادي يدخلها هو الموقع ديالهم غادي يدخل ما تدير حتى والو غتخرج من هذا الموقع ديالهم وغترجع وغادي تمشي تلقى هاد التحسبات لي الا بغيتي تعرف فين شحال من نقطه دابا جمعتها غادي تجي لهنايا هاد العلامه هي هادي غادير مون كونط هي هادي هذا مون كونط هي هادي كليكي عليها من بعد غادي تلقى 30 نقطة يعني انت دابا جامع 30 نقطة 30 نقطة كيفاش 20 نقطة ديال الإشهار وعشرة نقاط زايدة على حساب حيت مشيتي دخلتي لهداك الموقع اللي عطاوك هما اللي قال لك ضرب فيه دويرة فهمتي مزيان وغتبع على تبع بحال هكا بهاد الطريقة تبع على جميع الإعلانات الأخرى بحال مثلا هادي قال لك أسيدي غادي تدخل غتشوف هاد الباج غتدخل غادي يعطيك واحد الاعلان غتشوف وغادي يعطيك كليكي اسي ضروري كليكي اسي الا بغيتي تحسب ليك هي كليكي اسي ضروري تكليكي على هذيك كليكي اسي
باش الا بغيتي تحسب لك هذوك النقاط، هذا الاعلان فيه عشرات النقاط، وغادي يقول لك دير لهم جيم الا بغيتي، الا بغيتي يزيدوك خمسة النقاط، يعني شحال غتربح من هذا في هذا الاشهار؟ غتربح 15. غندير لهم جيم الا ما دخلني للفيسبوك، حيت يعني خاصك ضروري تكون مسجل بالفيسبوك. انا ما كاينلاش تسجل بالفيسبوك، يعني انت حتى تدخل لها من عندك ودير تسجيل الدخول بالفيسبوك وغادي تحسب لي. نرجعو لشي اعلان اخر اللي ما فيهش الفيسبوك، يعني هما كيعطوك 4 الاعلانات في النهار، خاصك تفرج في دوك 4 الاعلانات وتحاول ترسل تصيفط سميتو ديالك لصحابك بزاف وتقيدهم الكود ديال الاحاله ديالك باش يتزادوا لك النقاط. المهم غندخلو لهذا اللي فيه تاني 20 نقطة، غنديرو ليه بارك دا ونقطع عليه. هاي تقرا الفيديو ودي مرض البال مع كليك إيسي، من اللي تطلع ليك تما ديك كليك إيسي وطالع. أنا راه مجهد الصوت على حساب باش ميكون الصداع، أنا مجهد الصوت باش ميكون الصداع. خليه ناقص حسين. غتطلع هنايا جوج كليك إيسي حتى ثلاثة تقريبا، وخاصك تسنى حتى يسير الفيديو، هاد لي كيس هي طلعات وخاصك تقطع ليها في البلاصة المثلى. علاش؟ حيت الا ما موتيتيش عليها وبقيتها في البلاصة ديالها كيقول لك جوج وغطا، زعما راه انت جيتي معطل ما عندهم ما يديروا لي. يعني خاصك تعاود الاعلان تاني من جديد الا بغيتي تحسب لي. دقيقة تعاود طلع واحد لي كيس خاصك تقطع ليها ضروري. ها هي لي كيس تحت هنا دابا صافي. من بعد ملي كيتسالى الاعلان غيدوك هما، كيقول لك هما الا بغيتي تزيد شي نقيطات ولا شي حاجه. انت قال لك اكتشف الموقع واربح 10 نقاط اضافيه، يعني على 20 الفايتات دوك النقاط غادي تزيد تربح 10 اخرى، هي 30، و 30 على 30 هي 60. غندخلو ونتاكدوا واش عطاوك 30 ولا لا. انت كيدخل لك الموقع ديالهم بريد بانك، غتخرج منه انت ما عندك ما دير به، غترجع للموقع ديال كاش بيب، غتمشي يا سيدي مون كونت اي فوالا. ها 60 نقطة هي هادي، غنديرو التحديث. ها 60 نقطة هي هادي، وكل ما انت صيفطيها لصحابك بزاف وقيدو الكود ديال الإحالة ديالك اللي هو هذا، اللي هو هذا بالضبط، هذا هو الكود ديال الإحالة ديالك. كل ما شافوا إعلان واحد كيتزادهم 5 نقاط على حساب الاعلان اللي شافوا. الا شافوا ديال 20 نقطه راه كتزاد 10 نقاط، ويلا كتزادك انت 10 نقاط، ويلا شافوا هما اعلان ديال 10 نقاط غيتزادك انت 5 نقاط. ونتمنى وخاصك توصل في سميتو في الاصل 50000 نقطه، يعني خاصك بزاف ديال الخدمه، يعني راه ماشي زعما سهله ولا شي حاجه، خاصك تبقى تدخل ديما يوميا، وخاصك تقول لصحابك يدخلوا يشوفوا الفيديو يشوفوا الاشعارات اللي طالعين، وخاصك تصيفط بزاف الكود ديال الاحاله ديالك لبزاف ديال الناس. ونتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالك، والى حلقه قادمه باذن الله.